تدري أبوي ضحك كل مرة يقص علينا حسبالي إحنا ما نفهم. صالح هذا عندك ها؟ وكل مرة أول ما يرجع البيت ينام الظهر. أكو أحد ينام الظهر؟ لا. عطني. يبا عطني. مو شغلي. أنا عطني. كل ما يدقون علي ربعه يعصب ويصرخ. أول ما يشوفني يضحك يتغشمر وياهم. ما أدري إيش فيه. باكر. وإذا أبي الشيء لازم يطول على ما يبه. تخيل مرة طحت عليه مسخ ملابسه وما يخلص شغله بالدوام ولازم يرجع البيت ويحل واجباته. طماطم. لا تنسى تجيب معك كاكاو. وإذا نسى شيء من الجمعية دائما يسوي شيء نفسه يضحك. لا بابا خلاص بالليل. وكل مرة بالليل قبل الغداء بساعة يدق علينا يقول أنا ما راح أجي. كيف يا أبو؟ يلا سلام.